غادي غيمشي يهضر عليا وانا ما عندي حتى علاقه في هادشي. لا 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 هي ضربت لي قلتي شي حاجه خايبه حتى درويش قالت ما تقول والو ما يهضرش. يعني انا غادي نوصل اكبر مشكل، اكبر مشكل كنت انت غادي تفهم مراتك تتفرج فيك. حاولوا تيشكرني حاولوا تيشكر فيا. يعني المرأة ولا صاحبتي ولا هادي اللي غاتجي منها قدام غلطات غنرجع للور غنرجع للعقبة. ماشي بلاصة داكشي فاش تنشوف اليوم اليوم ما شطبش بيا التيك توك. عجبت ما شطبش بيا التيك توك اليوم. دابا مشاو وصلوا لي. انا ما عنديش مشكل مع المرأة، ما عندي ما عنديش مشكل. انا غير كنحاول كنت كنهضر انا وسهيل جبدنا هذا الموضوع ولقيت راسي كنناقش فيه. راه هذاك لا ماشي عليا كيهضر. سمعك 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 سمعك. انت كتبغي المرأة يعني كتبين لي انا كتبغي فيها بزاف لدرجة انها صافي كتقول هاد السيد اي حاجة نقولها ليه غيديرها فهمتي. كتوجه حب التملك يعني انت كتبغيني مثلا كتبغي مرتك بزاف صافي كنقول انا هذا ما يمكنش اي حاجة نقولها ليه غيديرها ما يمكنش يدير شي حاجة انا ما نبغيهاش. كتولي انتيا كطيح ليا في الفخ ديال انك صافي راه غتقول لك هاد الحاجة غديرها هاد الحاجة انت لا ثاني عندك واحد الكاركتير في الشكل او لا عندك كاريزما كما كتقول يعني كاركتير اللي هو شوية قاطح يعني ما يمكنش انك اي حاجة غيقولها لك بنادم وغديرها. انايا كيبقى له شوك كيفاش هذا كيبغيني لهاد الدرجة وكيفاش ما كيديرش داكشي اللي كنبغي. نقول لك من لاخرش هاد الوقت في هاد الوقت دابا المرأة بغاتك فهمتيني. دابا المرأة بغاتك خاصك تبارطاجيها مع عباد الله خاصك دير لها خاطرها خاصك شي اي مرأة نقولك من الاخر السوشيال ميديا اللي كانت مرأة طالعة في السوشيال ميديا توقع المشاكل فهمتيني. ما باغيش المشاكل خلي مرتو بعيدة على السوشيال ميديا يخدم واخا اشياء بالنسبة راجل في السوشيال ميديا يدير اللي داه فهمتيني. وكل مرة تبقى بعيدة كل مرة داخلة في السوشيال ميديا راه عادي رغم لكن عاوتاني من واحد النظره مزيان الشراء الا جيتي هي اصلا لكن هو بلا تسوي هو عارفها قبل انها في السوشيال ميديا فهمتي. هو ما يمشيش عند الوحده انها ديجا هي كتبان في السوشيال ميديا ولا معروفه في السوشيال ميديا ولا الدومين ديالها. سير عند وحده اللي ديجا هي ما كتبانش وما كانت هذا متفقه معاك ماشي انت مشيتي عند وحده هي ديجا معروفه تكبيسه عطيونا تكبيسه البنات. لا صافيش من طايح لا خاصنيش انا خاصني خوتي بغيت نعرف واحد الحاجه غنكمل الجوله وغندير نهضر. دابا بغيت نعرف انا واحد الحاجه علاش دابا هما تي بارطاجي ولي بارطاجي شي حاجه علاش هو ما يبارطاجيش عيالاته وجاته ولا شي حاجه علاش خص ديما حنا يهضر علينا بنادم وحنا ما نهضروش على بنادم علاش هادي بغيت نفهم هاد القضيه بلاك كيبغيك وعارفة ولكن علاش فازا وبغات راجل بعدات على كل شيء فهمتيني. المرأة اللي بغاتك غتقضي بأي حاجة باش تبقى معاك باش تكون معاك ميمي. أنا المرأة حتى راجل إلا بغا حتى هو وما بغيتيش يبان في السوشيال ميديا أي مشاكل الله يفك خوتي تكبيس تكبيس حياتي يا حياتي مسكينة ظريفة
ساعدني صغير فوق صح خوتي. بغيت نعرف واحد الحاجه غنكمل الجوله وغندير نهضر. دابا بغيت نعرف انا واحد الحاجه، علاش دابا هما تي بارطاجيو علاش هو ما يبارطاجيش عيالاته وجاتو ولا شي حاجه؟ علاش خص ديما حنا يهضر علينا بنادم وحنا ما نهضروش على بنادم؟ علاش هذه بغيت نفهم القضيه. خوتي تكبيس تكبيس ما يقدرش يجيب لك شي الحبس.